فنان قدير أعماله خالدة في القلوب والأذهان، ينورنا اليوم في غبقة رمضانية، صاحب لازمات مميزة في رمضان في مسلسلاته. خالد العبيد يا مرحبا فيك، نورتنا فناننا القدير. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير والمشاهدين بخير وجميع المسلمين. تقبل الله طاعتك. تقبل الله طاعتكم جميع المسلمين. اليوم فرحتنا فرحتين. حياك الله. يعني دخول شهر رمضان هذه فرحة. حياك الله. وإطلالتك معانا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وغبقتنا غبقة الحمراء هذه بعد فرحة ثانية. حياك الله. حياك الله. وأنا سعيد باللقاء هذا، سعيد جدا سعيد. يعني مستحيل الواحد ينسى المسلسلات المميزة اللي برمضان اللي كانت كل سنة ننطرها ونجاب للتلفزيون ونطالع المسلسلات وننطرها كل سنة. هذه في حقبة قديمة إن شاء الله. ما أدري يعني الظروف، الناس يتواكبون مع الظروف السريعة، بس الحين سرعة، الحين وقت أسرع أسرع أسرع، الوقت على طول. يعني رمضان يقولون أن الفطور الساعة يذن الساعة 7 إلا 3، الوقت يطير يطير الوقت يطير. نعم يطير. أنت قلت فنان الجميل والقدير دائما خالد العبيد ان حقبه قديمه لكن نعم جميله. نعم جميله ولا زالت جميله، بس ان للاسف ان الحين توهم بدوا انهم يفكروا انهم ينشؤون قناه اللي هي قناه القرين. يتمت اخره قناه القرين هذه قبل، لازم بعد التحرير. صحيح. لازم بعد تحرير. بعد التحرير احنا سلطت الضوء على المسلسلات القديمه. نعم نعم. يعني في مثل يقول عمي عبد اللطيف ان تاتي متاخرا خيرا من تاتي. نعم. صحيح. نعم. صحيح. فكل الشكر اكيد. نعم. على اقام القائمين. نعم. على هذه المحطه. صحيح. محطه القرين. نعم. لكن بنروح وياك للزمن الجميل. نعم. وان شاء الله كل ازمنه جميله باذن. نعم. الله ان شاء الله. اللازمات مدينة الرياح وعلقم. أنا هنا شعبوط شعبوط أكل القبوط. هذا شعبوط شعبوط هذا شعبوط ما أدري هذا واحد كذي يعني. وش قشقوق ما تخيل. إيش قشقوق ما تخيل. هل لازمات هذه الجميلة؟ لأخ الزيت اللي أخ الزيت مقط وأنت شنو؟ أنا علقم علقم مر ومدلقم. الله. نعم. الله. اللازمات هذه النص الواحد لما يكون مبكر ويقرأ النص يفصل فيه تفصيل تفصيل على مزاجه. فالحين مو مثل الأول يعني، الحين غير الحين الزمن سريع الزمن سريع. النص هذا النص 30 حلقة 3 أشهر. ثلاثة أشهر تسريع. الحين 30 حلقة ضرب أسبوع بس سلك. سهل هذا الحين في اعمال. سهل يا سهل. انا يمكن اللازمات هذه انا سمعت ان انت اللي تالفها اللازمات. نعم انا اللي الفها. نعم. شعبوط شعبوط بعد. نعم. بعد في واحد ثاني شركان شركون. انا اللي اكل الذهب اكال وعلقم علقم و اسمها شركان شركون 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 اربع عيون لقزك تضحك له وتقول له ممنون. هذه كلها من تأليفي أنا، ما له شغل تأليفك هذا أثناء قراءتك واطلاعك على النص. نعم. اطلاعي على النص وبعدين أفصل كل جملة تنحط بنهاية المشهد. لازم تحط لك. نعم. مشهد. نعم نعم. بنفس النسق نفس النسق نفس الحركة. أبو عبد اللطيف يمكن أدوارك كانت دائما شريرة. نعم. مع أن الناس ما شاء الله تبارك الرحمن رغم أنك أدوارك شريرة الناس حبوك. نعم حبوني. فهذه علامة استفهام كبيرة، شلون قدرت تخلي المشاهد يحبك رغم أنك شرير؟ لأن هذه محبة من الله. المحبة من الله. بس الحين شرير الشرير المميز. صح. اللي تحبينه مو دم خفيف. نعم دم خفيف. نعم. فلذلك ان الناس يحبوني محبه من الله. المحبه يعني ما تفرضينها على الناس. الناس منهم من كيف الواحد من كيفه. صح. اي نعم. لان العمليه عمليه عشق وونس. احنا نحبك ونعشقك اكيد. نعم. ودائما راسخ الفنان الجميل خالد العبيد. نعم. في قلوب كل. نعم. الكويت والخليج. نعم. والعرب ايضا. نعم. في مقطع دائما ينتشر برمضان. نعم. اعطوني ماي ابي ماي. نعم. كل رمضان يطلع لنا. نعم. هذا العمل اي سنه كان؟ هذا في 88 88 هذا في رحله العجائب.
اللي فيها علقم علقم ومر ومدلقم. نعم هذا من 88 يعني تقريبا من 27 سنة. كانت بالبداية كان في عام 1963 بداياتك. لا 63 بالبداية بس بالبداية. أول عمل بديته في إيش اسمه إبريق المكسور. اللي هو آكل أنا اللي آكل الذهب أكل دعم في 77. ما شاء الله أعمالك خالدة غير كذي إن جيل بعد جيل يتروج. نعم. هذه المصطلحات. نعم. يعني حتى عيالنا الحين تلقاهم يقولون هذه المصطلحات. نعم. نعم. لأن مكتوبة بسلاسة ما فيها تعب يعني مو عملية قلب ابتكار ولا شيء. ما فيها تكلفة الواحد يقولها عادي كل واحد يقولها عادي فمرسومة رسم يعني وكم عد كل مشهد تلقاها كل مشهد تلقاها أكل الذهب أكل ثلاثين حلقة ثلاثين مشهد كل مشهد أحط نهاية كل مشهد مو لا نهاية كل مشهد لها وقت. نعم لها وقت ما شاء الله حتى كان فيها خدع بصرية وكان فيها. نعم. يعني فن بالتصوير. نعم. وكان وبعدين بالإخراج. لأن التكنولوجيا اللي موجودة هذه في وقت اللي نقدم تصير عجائب. اي والله صح. سويتوا العجائب اصلا. انت سويتوا العجائب من ديكورات من اخراج. نعم. من المخرج عبد الرحمن الشاجي الله يذكره بالخير ونمسي عليه كل عام وهو بخير. ف يتعب. نعم يتعب يطلع كل شيء بوقته كل شيء كل حركه كل بوقته. لا انا مخصص لي كاميرا الفنان له كاميرا خاصة. نعم مخصص لي كاميرا هذه كاميرتي خلاص بس ثابت عليها. نعم زين بعطيك بنروح وياك حق العمل سليمان الطيب. نعم أي سنة 93 ولا لا سليمان الطيب 91 91 91 نعم حلو كان في لك مشهد وانت تتريق. نعم هذا ما كان موجود من ضمن المشهد هذا لا هذا شذي هذا تلقائي. نعم تلقائي وركب على طول وركب لا محتاجينه لازم نركب محتاجينه بس ما كان متفق ان الفنان خالد العبيد قاعد الحين بيصور مشهد لا كنت طبيعتك تسولف لا ومحمد عيسى الله يذكره بالخير سواء حي او ميت وهو اللي مخلي الكاميرا دايره وسجل. نعم وهذا مشهد وحيد في مسلسل سليمان الطيب. بعد المسلسل المسرحيات اللي باللغه العربيه ما زلنا نتذكرها حفل على الخازوق. نعم اخراج صقر رشود الله يرحمه كانت بمثل قواطك في الصناديق حفلة الصناديق. نعم ولغه عربيه يعني ما يحق ان الواحد ينسى مني ولا من لغه عربيه بس دمها خفيف يعني دمها كانت خفيف. نعم. دمها خفيف وتنقال الحركات فيها سلسة. نعم سلسة. وعلي جناح التبريزي بعد. علي جناح التبريزي نعم اسمه في بعد الحامي والحرامي. باعتقادك وين هذه المسرحيات؟ ليش ما قمنا نسوي مثل هذه المسرحيات؟ والله موجودة الحين تحولت للقرين يعرضها. نعم. لا ليش ما فيها يعني ما أعمال بقيمة هذه الأعمال؟ أنتوا دستوا على الجرح أي أعمال الحين مسألة فلوس. المسلسل مرة في أسبوع خالص المسلسل وين ثلاثة أشهر وين أسبوع سلب كله سلب ما في 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 بعض الأعمال قاعد تشوفها مميزة تكون جميلة ما والله ما أدري يعني زين خروح وياك السؤال أعمق من كذي أنت وينك عن الشاشة وينك عن الأعمال الدرامية أنا مو ويني لأن الناس اللي يبوني لازم يحضرون أي شيء عمل يستحق الفنان أن يطبع فيه ماكو شيء أي نصوص تقدم لي بس ما أشوف نفسي فيها ناس يتقدم لي ما أشوف نفسي فيه الزمن تغير ولا الزمن هو ما تغير الزمن لما يقول الزمن تغير ما تغير الزمن الجمهور يمكن تغير الناس التغير لازالت لك أصداء ولك محبة عند المتلقي إذا أنت تهدف للجمهور وتقدم عمل زين نعم ما في مانع بس إن العملية
متى يصيدها اللعبه متى تنصاد متى تصيدها متى تصيدها ما ادري هذا الله اعلم يعني بعد لطيف ما زلت اتذكر ان احنا كنا كلنا نتابع المسلسل نعم. كبير وصغير كان مستمتع بالمشاهده نعم, نعم. يعني انتم سويتوا المسلسل بحيث ان الكبير يستمتع والصغير يستمتع نعم نعم, نعم. حرصتوا على هذا التوازن نعم وما في تكلفه ما في تكلفه ابدا عادي انك انت تطلعين وياي وهذا يطلع وياي مسألة عادية جدا مو مسألة انه والله انا ممثل وهذا مدري شنو لا لا عادي عادي انزين في دور بطولة الفنان الجميل خالد العبيد خالد العبيد تنازل للفنان القدير رحمة الله عليه غانم الصالح وزميل غانم الصالح الله يرحمه قمة روح الجنة ليش تنازلته؟ لأن الدور أنا ممثل أنا ممثل العمل كامل الأوصاف إيه كامل الأوصاف أنا ممثل قبله ممثل وايد ممثل نفس النوعية نفس النوعية مدينة مدينة الذهب ما 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 أبي أكبر نفسي نائما فحق مني أنا مصالح أنا مصالح ماكو اختلاف عنه ما في اختلاف يعني عادي ان الفنان اذا شاف شيء يحطه حق رفيجه او حق زميله اي بس هذاك اول ملحن ان شاء الله موجود إيه لا وين وين الحمد لله على كل حال زين ما شاء الله كانوا كوكبه من الفنانين نعم المميزين نعم يعني دائما نعم نشوفهم مع بعض يشكلون نعم جروب جميل نعم نعم وكل مره واحد يتميز بدور شكل وبدور شكل جديد ويعني لا بس الاولين غير الاول صادق يعني صادق صدق جيد والله يرحمهم الفنانين الكبار يعني الله يرحمهم محمد سريه محمد صالح النفيسي النفيسي خالد النفيسي وين الله يرحمهم وقمد رحمه الجنة بهاليوم مبارك أبو عبد اللطيف يعني على طاري أنك تنازلت لدور حق زميلك رحمة الله عليه الفنان الجميل غانم الصالح نعم. وأيضا المؤلف والمخرج القدير صقر رشود رحمة الله عليه نعم. يقولون من كثر المحبة والتعامل بينكم ممكن يدش يطلب غدا من أم عبد اللطيف أي نعم الله هذا أما صقر الله يرحمه عادي صقر عادي الله يرحمه ما شاء الله كان ظاهرة يعني نعم فدش البيت يقول حق أم عبد اللطيف الله يرحمها شلقة دقات أمه وشكل يلا حطي نشبي نشبي على طول نشبي على طول ما في تكلفة ما في عادي بسيط جدا بسيط لأن وين البساطة قبل ماكو يعني في محبة قبل محبة في محبة في ألفة في ألفة الحين وين زين أنت على يقين الفنان الجميل خالد العبيد إن الجمهور أو المتلقي أو المشاهد العربي الكويتي الخليجي متعطش يشوفك أنت داري بهالشيء ولا نعم أدري إيه؟ أدري إيش ناطر بس أنا ناطر أقضب القصة اللي تنقضب ماكو الله العظيم يعني الواحد يتحسر عليها يعني في كثير من الناس اتصل فيني واحد ودق يا ذبحني هذا قال له كان يقول لي انا احبك قلت له انا احبك كان يقول لي انا عندي نص قلت له ما يخالف دز لي ولا شنو بربسه العروض بربسه عندنا احنا قاعد نشوف انتعاش في الحركه السينمائيه الكويتيه وانت كان عندك فيلم اسمه الصمت اي فيلم واحد اللي هو لشريك يلا شافيه إن شاء الله وفق عوقة أحمد العامر صورناه في فيلتشة ويانا النفيسي خالد النفيسي المرحوم أحمد الصالح الله يرحمه في مريم القضبان رحمة الله عليها من سنة ممكن نشوف لك فيلم إيه نعم والله ما أدري إذا أنا ماني سينمائي اللي يكتبون هم اللي يقترحون علينا إحنا متلهفين نشوفك أنت في عمل سينمائي دراما مسرحي ان شاء الله انت شاب مبدع حتى ما شاء الله بكل الجوانب ان شاء الله يعني انا ما زلت اتذكر مسرحيه سيف العرب نعم مع الفنان بوعدنان بوعدنان مسرحيه مميزه نعم بصراحه نعم كانت مميزة من المسرحيات نعم اللي الواحد ما يقدر نعم ينساها نعم هذه مسرحيه وقتيه لان بعد التحرير فانكتبت بعد التحرير وعن العراقيين سووا عمايل بالكويت وصارت بقالب كوميدي الحمد لله كان لا عندك اكثر من تعاون حتى الاقدار مسلسل نعم الاقدار الاقدار مسلسل الاقدار نعم ويا عبد الحسين كلمنا عن بوعدنان شلون العمل معاه والله العمل معاه روعه العمل معاه عادي جدا كنا قاعدين ببيت واحد فرج واحد ماكو يعني ماكو تكلفه ما نتكلف بيننا بين بعض احنا قاعدين نشوف لقطات من مسرحيه سيف العرب نعم
يعني هاي المسرحيات جيل بعد جيل يضحك عليها. نعم ما شاء الله يعني. نعم نعم القطات اللي فيها كانت. نعم وبعدين على الطبيعة بساطتها على البساطة. وين الحين واحد ايش يقول؟ يقول ان شاء الله ان شاء الله. احنا في تعطش لمثل هذه المسرحيات. بس ما ادري يعني الزمن تغير. مو زمن الناس تغيروا. الناس الكتاب اللي يكتب زي خلال الاعمال اللي قدمتها مثل المسرحيات اللي شفناها مع مشاهدينا سيف العرب. في مواقف تتذكرها صارت مع الفنان القدير عبد الحسين برضا الفنان القدير ام سوزان؟ والله في موقف شيء والله ما ادري ما اذكر يا اخي من زمان. مع انه ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد تذكر كل مسلسل والقطه مالته واي نعم سنه بالضبط. نعم نعم بس يعني هذا في حقبه من الزمن يعني الواحد افكاره تطيش. بعبد اللطيف ما تحتفظ بالاشياء هذه اللبس الازياء اللي كنت تلبسهم بالمسلسلات؟ والله يحتفظ فيها التلفزيون. التلفزيون هو اللي يحتفظ فيها. التلفزيون وبعدين المسلحة إذا عمل خاص لي أحتفظ فيه. تحتفظ فيه ما زالوا موجودين عندك؟ نعم في أعمال بعضهم موجودين عندي موجودين. تطلع ولا بس خاشهم كذي محتفظ فيهم؟ اللي يبي يشوف ممكن أحد يشوفهم. أنت يدقون عليك ما ترد؟ نعم لا أنا يدقون علي ما أرد لأن عندي مدير أعمالي اللي هو نواف إبراهيم وجهنا تحية أكيد وهو اللي تتصل فيه يكون على علاقة جيدة وياكم. هو اللي يتواصل مع الإعلاميين. يتواصل مع الإعلاميين وهو حتى عرض الأعمال لك أو نعم حتى الأعمال اللي عرض لها يتصل فيه وينسق وهو ينسق. إذن أنت أبو عبد اللطيف يعني كون خبرتك كبيرة بالمجال الحين شنو قاعد تتابع؟ شنو يعجبك؟ أنا والله ما أتابع. أنا التلفزيون ما أشوفه. كلش ما أشوفه. لا ما أشوفه. من ربع الإنستغرام؟ لا ولا الإنستغرام ولا شيء من هالأشياء هذه تعدينها. أنا عندي هذا نسيبي هو اللي يسويها. أنا أرد عليهم اللي يستحقني أنا أرد عليه أرد عليه. ولا وأقول لك فلان وفلان مثل البريتي الله يرحمه توفى الله ردينا عليه وكل الفنانين اللي موجودين واللي توفاهم الله أرد عليهم أكل دائما وياهم يعني. إذن أنت أبو عبد الطيف ليش ما تستخدمها أنت السوشيال ميديا؟ لا باخر. سوشيال ميديا لو هذا مشكلة. ليش؟ لا ما مشكلة والله ما أقدر لأنه هو اللي مكاني. هو مكاني نواف مكاني. هو اللي متابع. نعم هو المتابع أنا وياه بعد أنا وياه. نعم. يعني تحت إشرافك بس المتابع عندك. نعم. لك تواصل مع الفنانين العمالقة اللي موجودين. إيه لي تواصل عبد الحسين والجماعة ذيلا لي تواصل معهم. نعم في المناسبات أحيانا وكلهم مشغولين وكلهم رضا سعادهم رضا مسافر مثلا عبد الحسين كم مرة يطلق مسافر يروح لندن يروح هذا. يعني ما في أشياء تعجبك من المسلسلات اللي الحين حتى الفنانين الكبار مثل حياة الفهد سعد عبد الله؟ والله أنا ما أشوف يعني ما يأخذون رأيك بعض لا ما يأخذون رأي لأن يبون فلوسهم وهم يبون فلوس يبون رأي تأخروا البركة يبون ما يبون رأي يبون الدينار. الدينار هو اللي يحدد إذا كان قوي يأخذ الدينار. وبعدين قولي لي أنا أقول لك مسلسلات المسلسلات اللي بالتاريخ هذه اللي الحين يحطونهم بعد رمضان شنهم الجمهور اللي يذكره ولا شيء؟ في مثل ما ذكرت يعني قبل شوي الجمهور شوي تغير لهم متابعين لهم جوهم أكيد في لهم متابعين بس ماكو مو مثل أول. إحنا نتفهم إن فلسفة الدراما الحقيقية لازم تكون موجودة من خلال القضايا. نعم. إحنا مو قليل لكن الأعمال هذه بعد ما يفترض. بعدين مو كلهم مو شارط يعني أعمال بالصميم ما تجي لأن أكثر الأعمال مغلفة. أكثر الأعمال مغلفة يعني مو كويتية 100% مو كويتية. الأعمال اللي يقولون كويتية شو كويتية ما كويتية كويتية لا الأعمال الكويتية تبين. الأعمال الكويتية تبين خالد أوكي. يعني مثل عملين هم الكويتيين والباقي للأسف الشديد يعني. إذا طقوسك برمضان شو تسوي عادة؟
اروح اتزاور وياهم دواوين الدواوين كل لحد الان انتم جبتوني بالديوانيه خلاص الديوانيه ان شاء الله بكره ان شاء الله اروح لهم. الله يعطيك الصحه. الله يسلمك ويبارك فيك. شرفنا ومبارك عليك الشهر. الله يسلمك ويبارك فيك. كل عام وانت بخير. حياكم. مشاهدينا مثل ما شفتوا فنان قدير كان معنا في لقاء وحوار جدا جميل خالد العبيد، نوجه له تحيه ان شاء الله. ومتواصلين معكم اكيد من غبقه الحمراء في هذا المركز الجميل، مركز التسوق الحمراء. شايف الاجواء؟ اي والله الاجواء جدا راقيه، وانا دائما اقول الحمراء مجمع غير، يعني تتسوق وتقضي حاجتك بالتسوق والاشياء اللي تبيها كلها تحت سقف واحد. اكيد اجواء جميل. وليش رايك ابو عبد اللطيف بالاجواء الحمراء مركز الحمراء الفاخر؟ حمراء 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 نعم حمراء حمراء نعم اجواء حمراء اكيد جميل. بس ما في ناس ما في ناس ان شاء الله ما في ناس ما في ناس. لو في ناس ما نقدر نقدم. لا لا لان الاسواق كلها خاليه الحين. اول رمضان تو الناس مجمعات دبي الروح على الروح الحين الناس كلها زوارات. زوارات اخر رمضان تعال شوف اني مالك ما حط ريل. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. راح البدايه هذه البدايه فقره حصه كل يوم قرقيعان طرف اليوم قرقيعان وفنادق القرقيعان. يلا خلينا نشوفها وراجع لكم في غبقة الحمراء.